وصلت اليوم الأربعاء الموافق 28/7/2021 الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي وقدرها 6 طن، ليصبح مجموع دفعات لحوم الأضاحي التي وصلت إلى مديرية الأوقاف القانونية 10 طن. وكل عام وحضراتكم بخير. اليوم الأربعاء 28/7/2021 تتسلم مديرية أوقاف المصير عدد 4 طن من لحوم صقور الأضاحي الدفعة الثانية، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربعاء وصل إلى محافظة دمياط حصة لحوم صقور الأضاحي من وزارة الأوقاف، وهي 4 طن لمحافظة دمياط. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.